منهم حصد الخير أطفالي وامرأتي وأنا مصرخ. احنا بنعزف هنا موسيقى في غزة، احنا خمس شباب جمعتنا الصدفة تقريبا في غزة. كنت أحب الموسيقى من أنا صغير، كان أخويا بيعزف فشجعنا بعض. صارت معي بالصدفة أنه تعلمت، شفت مرة شاب كان بيعزف على عود فكان حبيت الآلة بدي أتعلم عليها، صرت كل يوم أروح على مكان كان فيه متواجد عود فصرت كل يوم أتعلم حركة جديدة لحالي. مش الحال أنه تعلمت على آلة العود، بعدها اشتغلت في الموسيقى، اشتغلت أنا أدرس أطفال موسيقى، فكان عندي غرفة موسيقى كاملة فموجود منها كمانجا وبيانو، حاولت أتعلم على الكمانجا وصرت أعزف كمانجا، بعدها مشيت على باقي الآلات. أجتنا حفلة في يوم فإنه حكونا أنه ننزل في الحفلة، فكان هذا اليوم هو يوم تأسيس الحفلة، كان 27/11/2008، كانت الحفلة في قبل الحرب شهر تقريبا. And darkness all around, you feel so helpless, can't see which way to go, don't despair. حبينا انه نكون هوية لنا للفرقة وهي هوية الاغاني او اللون الوطني اللي نطلع فيه، وهذا اكثر شيء تقريبا بمس الناس واحنا بعنينا كثير. كل واحد له دور في المجتمع، في ناس بتقاوم بالسياسة، في ناس بتقاوم مقاومة عسكرية، احنا ما قلناش لا في هيك ولا في هيك مثلا، احنا بنعزف موسيقى بس بنسخر الموسيقى تبعتنا لاهداف عالمية اكثر، يعني بنحاول انه نوصل انه احنا بنغني بس للسلام او للحرية او لا يعني مثلا رفع الحصار عن غزة، السلام في العالم. اغلب تدريباتنا يعني بتصير في بيتي عندي او في بيت اي حدا من الشباب اذا كان يعني بنقدر نتدرب عنده، او في كمان بيت لمحمد اللوماني لانه في عنده استوديو اوقات بنسجل يعني لنا اشياء. الحصار يعني كثير كثير مؤثر علينا، مثلا يعني لو انا العود تبعي خرب او صار بدي عود جديد صعب اجيب، مش حاضر اجيب، لا في اماكن اشتري منها ولا انه بقدر انا اطلع اجيب عود، اجيب الات، اجيب اوتار، اشياء موسيقيه، فانه بضطر استنى حدا جاي على غزه يجيب لي معاه، او اذا في حدا هين بده يبيع بكون مستعمل مش جديد، فكتير كتير متازمين من القصه هاي. تقاطعت الكهرباء مثلا يمكن بتاثرش علي كتير اذا انا بدي اعزف، بس بتاثر علي اذا انا بدي اعمل حفله، هذه حتاخذ من وقتي، حتاخذ من شغلي وحتاخذ من جوده الشغل طبعا. مش عارف القصف او هيك، هذه اشياء ما بتصيرش دائما، فتعتبر هذه حالات استثنائيه بنعملها خطه بديله. بصراحه آلة الدرمز اجتنا من دعم من مؤسسه، شافونا كثير مهتمين في الموسيقى وما عندناش هالامكانيات، الالات الموسيقيه بمعنى الالات الموسيقيه اكيد عندنا الموهبه، فحبوا يخدمونا او حبوا يقدموا لنا شيء، وبالتالي صار عندي درامز وبدأت أعرف ناس إنه أنا كيف أبدأ أتطور على الدرامز، خصوصاً إنه يعني أشخاص اللي يدربوني معينة، لأنه بصراحة ما فيش مدارس عندنا اللي تدرب، فيش لمدرسة الهلال الأحمر الموسيقى وهي بتدرب لمستوى معين من الأشخاص تقريباً من عند سن أولى 9 إلى 14 سنة، فكان صعب علينا إنه إحنا ندخل في مدارس موسيقى أو ننتمي إلها، فكوننا حالنا من حالنا هيك. طموحاتي يعني إنه ممكن ننشر أكثر من هيك، نطلع سفريات لحفلات برا، نقدم عروض باسم وتر، باسم فلسطين. أنا رسالتي كفنان فلسطيني من خلال العزف اللي بعزفه، ما بقدر أعبر إلا بالموسيقى تبعتي، رسالة عن الحرية والحب والسلام لفلسطين ولكل الأوطان. إنه بتمنى إنه العالم الخارجي اللي برا اللي بقول إنه إحنا إرهابيين وإحنا أسلحة وإحنا دمار وإحنا قتل وهيك، إنه لا، إنه إحنا مش هيك،
في عزف، في حرية، في ثقافة، في فنون، في تطور، في كل إشي. بس إنهم هم يطلعوا على الجانب المنيح، الجانب الإيجابي، راح يشوفوا غزة حلوة.